خلاص يا اولاد ماشيين. يا دوب يا ماما نونا، ده الطياره فضل عليها ايه؟ ساعتين ونص. يا اولاد اوصلكم انا، مش معقول تروحوا المطار لوحدكم. الليموزين مستني بره يا كمال بيه، احنا عايزين نروح المطار بطلبه كده كشافه يعني. اول ما توصلوا باريس هتلاقوا انكل علاء مستنيكم. خدوا بالكم من بعض يا اولاد، خد بالك منها يا شادي. حاضر يا ماما نونا. وبعدين انتوا قلقانين كده ليه؟ هو انا هسافر لوحدي؟ ما انا معايا راجل اهو ولا كيس جوافه. بعدين انا رحت باريس اكتر من 40 مره، يعني انا اخده توهه هناك. ايه يا حمادة؟ الله، انت كنت مكسر الفقر. مالها جت معاك بالسكات كده؟ بالسكات يا حمادة. يلا بقى تقلبيها غم ولا ايه؟ انا برضو اللي هقلبها غم؟ امال ايه اللي في عينيك ده؟ مع السلامة. أنا مش مصدق نفسي، شكلي كده والله هطلع بحلم في الآخر. ولا بتحلم ولا حاجة. عارف بابا متأثر قوي أول مرة أشوفه كده. باباك ده أحن إنسان شفته في حياتي. فارق معي قوي إنه حسام ما جاش الفرح، كان نفسي يحضر. ولا يهمك، كل ده هيتحل لما نرجع بالسلامة إن شاء الله. وليجي عليا يا ستي أروح أبوس راسه وإيديه كمان لو تحبي. ربنا يخليك ليا. صحيح كل سنة وأنت طيب، رمضان خلاص لحد الجاي. أنت بتصومي؟ أه طبعًا. ليه؟ هو أنت ما بتصومش ولا إيه؟ لا طبعًا بصوم. قولي لي هو الأذان بيبدأ من الساعة كام في فرنسا؟ يا سيدي لما نبقى نروح فرنسا ربنا يحلها. داليا حسين، كان هيفرق معايا قوي لو ما جتش. مبروك. الله يبارك. انا بجد مش عارف اقول لك ايه يا حسام. ما تقولش، خلي بالك من ده. يلا بقى عشان الناس بيبصوا علينا. اشوف وشك بخير. يلا حبيبي. معلش يا استاذ حماد اتاخرت عليك شويه، بلدكوا بقت زحمه قوي لا يمكن تعرف تظبط فيها ميعاد ابدا. انت ولا اتاخرت ولا حاجه، انا اللي جيت بدري، احنا بقالنا 11. ما هي دلوقتي الساعه بقت 11 وربع. يعني ربع ساعه مش حكايه. لا دي حكايه كبيره قوي 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 في المانيا، هناك المواعيد بالثانيه. ها شكلك كده عندك اخبار حلوه. يعني هي حلوه ومش حلوه، تقدر تقول كده قطعنا نص الطريق. ازاي؟ السي فعلا موجود عند النوال زي ما انت قلت لي. ما هو ده خبر مش جديد، واحنا عارفين كده من الاول. وانا عملت البدع عشان اقنعها، بس واضح ان ده شيء مستحيل. نوال مش هتفرط في السي مهما حصل. اه كده بقى رجعنا لمربع رقم واحد، يعني حضرتك ما عملتش حاجه. لا بس يكون انها اعترفت لي بالسر ده، تقدر تعتبر ده خطوه على الطريق. ما اقدرش اعتبرها كده، لان الدكتوره نوال قالت لي نفس الكلام، وقالت لي ان حتى لو السي دي موجود معاها مش هتسلمه لمركز الابحاث في ميونخ، وده اعتراف ضمن ان هو موجود معاها. طب لو انا قدرت احصل على السي دي ده وجبته لك لغايه عندك، ايه بقى الفايده اللي هتعود عليا لو انا عملت كده؟ ما انا قلت لك يا استاذ حماده قبل كده، مليون دولار ليك انت شخصيا و5 مليون دولار للدكتوره نوال. سيبك بقى من الدكتوره نوال، مش احنا قلنا السكه دي مقفوله خلاص. انت مش قلت لي ان نوال سرقت السي دي من مركز في المانيا؟ طب لو اتسرق منها ما هي مش هتقدر تبلغ، لان ده شيء يدينها مش كده؟ انت عرفت مكانه؟ لا انا ما عرفتش، بس هعرف. انا شغال مش ساكت. وطلباتك ايه يا استاذ حماده؟ مش انتوا عارضين 6 مليون في السي دي؟ خلاص انا مش عايز اكتر من كده، هديهم بقى لنوال، اقسمهم انا وهي، اخدهم انا محر. قلت ايه؟ الحقيقه القرار مش ليا، لازم اتكلم مع المركز وبعدين ارجع ارد عليك. حلوة، انا بقى هنتظر منك رساله على الموبايل تقول لي فيها اوكي. اوكي. Thank you.
استاذ كمال مقدر قد ايه انت متضايق جدا، لكن الصالح العام يخلينا نبص للامور بشكل واقعي اكتر. اسم عيله عزو اسم كبير، محدش ينكر ده، بس ده كان زمان، دلوقتي الزمن اتغير. تفتكر المرحوم ابوك لو كان موجود كان وافق على اللي انت عملته ده؟ اذا كان المرحوم رفض ان ياخد حقه وهو عايش معانا، يبقى احنا لازم ندهوله وهو مش معانا. دي استقالتي. مفيش داعي المسألة توصل لكده يا استاذ كمال، انا عايزك تساعدني، مش عايز الناس يقولوا علينا ان احنا اختلفنا بعد ما الحاج مات. مفيش خلاف ولا حاجة، يا ريت بس تؤمر حد من السعاه يجيب لي صورة الباشا لحد العربية. اخص عليه الواد أشرف ده، يعمل كده برضو؟ ده أبوه الله يرحمه كان راجل طيب. ما تزعلش نفسك يا كمال، انت ألف شركة تتمناك، وبعدين انت خبرة كبيرة جدا، يعني تشاور بس تلاقي 100 فرصة أحسن من دي. أنا اللي حازز في نفسي يا نوال إن الشركة دي أنا شلت ترابها على كتفي أنا والحاج خليل. أنا مش فارق معايا إنه يركني ولا يحطني مستشار، لا له رأي ولا قرار، إنما أنا مش قادر أتصور إنه يلغي اسم عزه بجرة قلم. الاسم ده في السوق قبل ما أشرف يتولد بـ40 سنة. اسم من غير فعل، هو إحنا نفرح باسم عزه على يافطة وخلاص؟ الولد ده اتصرف صح إنه حط اسم أبوه على الشركة، زي ما اسم عزه غالي عليك أكيد اسم الحاج خليل غالي على ابنه برضه. ايه نوال بس، ايه الخليل؟ في شركة يبقى اسمها خليل؟ يشيل اسم عزه باشا ويحط خليل؟ الظاهر ان احنا بقينا زي الاثار، لازم نتحط في المتحف خلاص. كيمو، اهلا اهلا، ازيك كيمو؟ ايه ده كيمو مزوغ من الشغل؟ اسكت يا حمادة، تصور الواد العيل ابن الحاج خليل يرفض كمال اول ابوها الله يرحمه ما مات؟ رفضك؟ مش رفضني، انما يعني فهمني بطريقه غير مباشره انه مستغني عن خدماتي وانا قدمت استقالتي. تستاهل، انا طول عمري اقول لك كمال عزه ما ينفعش يشتغل عند واحد كان عامل في شركه عزه وما سمعتش كلامي. يا ابني انا ما طقتش اشتغل يوم واحد تحت ايد حد، مع ان انا كنت شغال ايه، مستشار فني رجل على رجل وفي كل. ايوه ادوده، ازيك يا حبيبتي، عاملين ايه؟ اوعى عمك علاء يكون مقصر معاك ومش عيب بالواجب، انا مديله 5000 يورو ادهولي. ولا علاء، اوعى تفتكر ان بنتي قاعده على عليك، لا دي قاعده بفلوسها. ايوه خير يا ابو. يا ابني انت هتفضل قليل الذوق كده لحد امتى؟ دنيا دي تقعد وتتشرد كمان. لا مش عشانك، عشانها هي، وعشان الواد النصاب ده اللي اسمه شادي. اسكت، ده انا اول ما شفته وقعت من الضحك. ولا حلاء، اوعى مراتك تبوس في وشهم، اصل انا فاهم شغل الخواجات ده. انما انا اللي مجنني، ازاي القمر دي تتجوزك انت؟ ده انت شايب وعايب يالا. شويه الشعر الابيض دول اللي مش عاجبينك بيعملوا عمايل هنا في باريس. يا ابني مراتي مش مخلياني محتاج حاجة، وانت عارف ان انا طول عمري ملتزم ومخلص جدا. لا انت عارف مثلا، يا ساتر يا رب. داليا، خد البابا عاوزك.